أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حصة مغربية، وفيها نتابع: منطقة الهلال النفطي تعود للواجهة بعد مواجهات بين القوات المسلحة الليبية والجماعات المتطرفة. الجزائر تمنع الإنترنت وتحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة. ما تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى، ذاك هو حال ليبيا اليوم. منطقة الهلال النفطي الليبية في كل من ميناء السدرة وراس لانوف تعرضت لهجوم مسلح من طرف ميليشيات مسلحة وجماعات متطرفة. الهجوم خلف خسائر للاقتصاد الليبي، كما خلف استنكارا من بعض الدول مثل فرنسا، وكذلك من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي اعتبرت الأمر تصعيدا خطيرا. فمن يتحمل مسؤولية المساس بالمنشآت النفطية في ليبيا؟ وهل باتت مسؤولية الجميع فرض هيبة الدولة وحماية منشآتها؟ نشاهد التقرير التالي. افتراضان لا ثالث لهما يمكن للمتابع وهو يقرأ تطورات الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي أن يضعهما فوق طاولة البحث للخروج بتفسير أو تعليل لما شهدته المنطقة النفطية المستقرة منذ أن وضع الجيش الوطني تمركزاته فيها لحمايتها من المجموعات والميليشيات المسلحة التي تريد أخضاع قوت الليبيين لنفوذها وهيمنتها للتحكم بالبلاد. هذه المنطقة تم تحريرها من قبل الجيش الوطني الليبي، وتم تسليمها قبل سنتين إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وانتهت المعاناة التي استمرت من 2013 وال14 وال15 وتسببت في أزمة اقتصادية حادة نعاني منها حتى اليوم. الافتراض الأول إلى أن العديد من المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون تعاني من أزمة مالية خانقة، لذلك فمن الطبيعي أن تتفق وتتحد بحثا عن حل لتلك الأزمة، محاولة السيطرة على الهلال النفطي رغم تجهيزات ويقظة الجيش ليس سوى خيارا انتحاريا. ما قامت به هذه المجموعات الإرهابية العصابات التي كانت متواجدة في مناطق الجنوب وفي جبال الهروج شيء كان متوقع، لأن هذه الجماعات تسترزق على 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 هذا النفط. الافتراض الثاني يشير إلى أن النجاحات العسكرية السريعة التي حققها الجيش الوطني في مدينة درنة، فيما لم يبقى من المدينة سوى بضعة كيلومترات خارج سيطرة الجيش، هو من دفع مشغلي الإرهاب ومموليه للبحث عن مخرج يشتتون عبره تركيز الجيش في درنة ودفعه نحو إعادة تموضع أو الارتباك في نقل قواته من مدينة إلى أخرى. لكن المؤشرات العسكرية تقول أن الكفة تميل لصالح الجيش وفقا للمجريات العسكرية. ليست المرة الأولى التي تتفق فيها الميليشيات الإرهابية لمحاولة الهجوم على الهلال النفطي وحرق قوت الليبيين، ولن تكون بطبيعة الحال الأخيرة لتضيف مكسبا على الأرض. عوض البرغفي، الغد، بنغازي. نبدأ النقاش وأرحب بضيفي معنا من القاهرة، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمنية سيد رمزي رماح، أهلا بك معنا. كما أرحب معنا من لندن بالسيد عبد العزيز غنية، الإعلامي والمحلل السياسي، أهلا بكم ضيفي الكريمين. يعني سيد عبد العزيز، بداية ثمة اتهامات من مجلس النواب للمجلس الرئاسي بالوقوف خلف هذه الهجمات التي شهدناها في منطقة الهلال النفطي من قبل بعض الجماعات المسلحة، واتهامات بكون قطر تدعم هذه الهجمات أيضا. هل هنالك أي أدلة على وجود أصابع الاتهام هذه؟ أشكرك سيدتي الفاضلة على الاستضافة، وكذلك أشكر الأستاذ رمزي من القاهرة وكل المشاهدين قناة الغد العربي. لا يخفى عن أحد أن من المستفيد من هجوم هذا اللص الآبق على الحقول النفطية هو الأدرع المتطرفة الموجودة داخل طرابلس، دعم مباشر من المهدي البرغتي ومن وزير دفاع حكومة السراج. نعرف أن المجلس الرئاسي رغم بيانه الذي خرج بإدانة هذا الهجوم على قوت الليبيين وعلى النفط الليبي، لا يغدو كون بيان من مكتب فقط، ولكن الأدوات التي حول هذا المكتب هي من يدها موجودة في الهجوم على الحقول النفطية في ضربة استباقية تخشاها هذه المجموعات التي حقيقة
تضرب خناقها حول المجلس الرئاسي وحول المجموعات في طرابلس ولا تريد أن تحاصر داخل طرابلس بعد الانتهاء من معركة درنة. هو هجوم غادر ما في ذلك شك. الاتهام مجلس النواب للمجلس الرئاسي يظل في إطار السجال السياسي المقيد الذي سأم منه الليبيين. كل هذه الأدوات التي نراها للأسف الشديد لم تقدم حلول حقيقية جذرية لمعاناة المواطن الليبي. نعم. ولكن المواطن الليبي يتفق أن هذا الهجوم على الحقول النفطية هو هجوم جنائي إجرامي. هناك أطراف أخرى مستفيدة منه، اللا إسلام سياسي، المجموعات المتطرفة في مدينة مصراتة التي ترى قرب الجيش الليبي منها، وكذلك بعض القبائل الأخرى والمدن الأخرى المتشوقة إلى وصول الجيش لها في المنطقة الغربية. الغريب بالأمر وهنا اسمح لي أشك سيد رمزي رماح، يعني نعم. كان المجلس الرئاسي فايز السراج أصدر بيانا بمجرد حصول هذه الهجمات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، استنكر فيها هذه الهجمات ورفض وصفها بكونها خارجة عن القانون، واعتبر أنه لم يعطي إعازة لهذه الأطراف بالقيام بمثل هذه الهجمات. وبالتالي ما حقيقة انتماءات وولاءات هذه الجماعات التي قامت بالهجوم على الهلال النفطي؟ يعني هل يعقل أن تتصرف هذه الجماعات بمفردها، أم لابد أن يكون هنالك نوع من الإعاز أو الدعم سواء داخليا أو خارجيا وراءها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أبدأ بالتصريحات المهمة التي نؤيدها ونباركها ونثمنها ونشد عليها، وهي أعتقد تصريحات يعني لأول مرة تخرج الآن على الإعلام، تصريحات السفير البريطاني فرانك بيكر منذ دقائق معدودة فقط للمؤسسة الوطنية للنفط، حدد فيها نقاط محددة. قال، وعندما تحدث السفير البريطاني فهو ليس حديث باسمه وإنما حديث باسم حكومة المملكة المتحدة، قال أن هذا هجوم إرهابي وسوف نتواصل مع شركائنا في مجلس الأمن لوضع حد لهذا الأمر وسوف نتعامل بهذا الأمر بجدية. أيضا أكد أن هذا الهجوم قامت به جماعات إرهابية يقودهم الجدران. الأمر بعد هذا التصريح ليس قبله، منذ أيام غرد السفير البريطاني بأنه مصدوم من هذا الأمر، ولكن الآن السفير البريطاني جيمس بيكر ووزارة الخارجية البريطانية وحكومة المملكة أخذت الأمر بعين الاعتبار وبجدية وبحزم، وهناك إجراءات قال عنها السفير البريطاني لن يفصح عنها ولكنها سوف تطبق في مجلس الأمن. هذا ما نريده، يجب إيقاف هذا العبث. مجلس الأمن يجب أن يتعامل مع هذا الأمر كفعل إرهابي. طب لم تجبني سيد رمزي، الآن الخسائر نصف مليون برميل يوميا. يعني لم تجبني، نعم، من يقف وراء هذه الجماعات سواء داخليا أو خارجيا؟ ممتاز. نحن كرجال أمن قومي وكقانونيين نسأل دائما من المستفيد وراء هذا الفعل الشنيع أو وراء هذه الجريمة. المستفيد الأول الآتي: الجماعات الإرهابية، الجماعات الإجرامية، الميليشيات المسلحة، دواعش المال العام، الذين لا يريدون استحقاق انتخابي لليبيا. أذكركم وأذكر الجميع أن الاعتداء الذي حدث في 2014 بسبب مخرجات فبراير في ذلك الوقت. حتى الآن أكرر عليك السؤال مرة أخرى سيد رمزي، لا نسأل عن من المستفيد، من يقف وراء هذه الجماعات المسلحة داخليا أو خارجيا؟ الذي يقف داخليا هي جماعات إرهابية متطرفة تريد استمرار الفوضى، وخارجيا أكد هذا الأمر عضو مجلس النواب الدكتور الجروشي طارق، قال بالحرف الواحد: قطر، تركيا، إيطاليا، ومن يدور في فلكهم. الأمر واضح جدا، لا يحتاج إلى كثير نقاش أو كثير يعني بحث. إيطاليا لا منزعجة جدا، نعم، وهذه حقيقة، أن الملف الليبي وضعت فيه فرنسا بصمة وحددت تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. طيب سيد عبد العزيز، يعني نحن نعلم أن ليبيا هي ساحة للصراعات الإقليمية، يعني
من هي القوى الإقليمية التي تتحمل مسؤولية ما يجري الآن في الهلال النفطي، وبناء على أي اعتبارات، وما هي مصلحة هذه الأطراف الدولية من وراء ذلك برأيك؟ الهجوم على الهلال النفطي له شقين، شق سياسي وشق نفعي بسيط. الشق النفعي البسيط إعادة السيطرة على الحقول النفطية، الاستفادة من الامتيازات المادية وربما الاجتماعية، وهذا يمثلها الجدران، يمثلها الجدران في حد ذاته، علاقاته ومشاكله داخل قبيلته وداخل المنطقة التي يشعر أنه طرد منها شر الطاردة عندما توجه إلى الجيش الليبي وعمل الجيش الليبي أنه هو قائد ميليشياوي لا يمكن الوثوق به، وبالتالي انقلب ضدهم وتم طرده في 2016 من منطقة الحقول النفطية. اليوم يعود هذا شق جنائي، المستفيدين منه طبعا بشكل مباشر هي المجموعات المتطرفة داخل مدينة مصراتة، أيضا المجموعات الأخرى التي تسمى ما تسمى باللا إسلام حقيقة سياسي، المجموعة الدولية على رأسها تركيا على رأسها قطر، هذا جانب سياسي، أيضا إيطاليا فيما أشار صديقنا رمزي من القاهرة، يدخل في إطار صراع ثلاث دول على الملف الليبي بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، تحاول أن تستحوذ على الملف الليبي بصورة أو بأخرى. طبعا الهجوم على النفط الليبي تدخل فيه الأموال وتدخل فيه الأسلحة وتدخل فيه خطوط الحركة، كل هذه خطوط الحركة تجميع قوات الجدران أين كان تمركزها، كان تمركزها في مدينة مصراتة، المراكز الطريق التي مرت عليها بالكامل هي الطريق التي تسيطر عليها الميليشيات اللي موجودة داخل مصراتة، الضغط اللي عملته فرنسا في وجوب انتخابات رئاسية في نهاية 2018 أيضا أوجب خلط الأوراق من جديد لاستخراج قواعد لعبة جديدة، انشغال الجيش الليبي أيضا في مدينة درنا، وعند انتهاء من درنا ماذا سيكون، هل يتوجه غربا أو يتوجه شرقا. الأمم المتحدة تحتاج أن توسع طاولة النقاش وطاولة الحوار حول ليبيا من أجل إيجاد حلول حقيقية لليبيا، ويتم إخماد هذه الحروب التي تنشأ تارة هنا وتارة هناك. لا ننسى أن المجلس الرئاسي ضعيف جدا جدا، قبل فترة بسيطة ومنذ أقل من شهر تم الهجوم من ميليشيا تقع في مدينة طرابلس الكبرى والتي مفروض أن تكون تتبع حكومة السراج على الحرس الرئاسي لحكومة السراج اللي موقع في مطار طرابلس التي تم حرقه، مطار طرابلس العالمي وهو كتيبة تتمركز هناك، تم تجريدها من أسلحتها وتجريدها من كل معداتها وتم صرف أفرادها. فإذن حتى داخل طرابلس المجلس الرئاسي لا يتحكم على الكثير، وهناك ما زالت قوة أخرى متحكمة داخل طرابلس تراعي في مصالحها الخاصة. هذا ما سأعود إليك في هذه النقطة، القوى الأخرى التي يتم استخدامها في هذه العمليات وهذه الهجمات المسلحة وخريطتها، ولكن اسمح لي أشرك أيضا سيد رمزي، يعني إذن هل يمكن القول أن بصمة الإسلام السياسي في ليبيا باتت واضحة وتسعى من وراء هذا الهجوم لإيجاد ورقة للضغط لتحقيق مكاسب ولتضعف مفهوم الدولة على حساب تقوية أطراف معينة؟ كل من لا يريد استقرار ليبيا وإقامة دولة حقيقية، سواء كانوا متأسلمين أو تجار دين أو تجار مال أو تجار دماء، كلهم وراء هذا الأمر. نحن نريد أن نقول الآتي، يجب على لندن طالما اعترفت أن هذا العمل عمل إرهابي، يجب أن تقوم هي وباريس في مجلس الأمن بعمل جدي إزاء هذا الأمر. أيضا هناك نقطة مهمة جدا يجب التنويه إليها، وهي أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي حررت المنشآت النفطية منذ سنتين وسلمت هذه المنشآت إلى المؤسسة الوطنية للنفط وإلى حكومة السراج، الآن هي أحرجت العالم وقالت لهم نحن سلمنا لكم منشآت نفطية الآن تم تدميرها. الآن المعادلة تتغير، يجب أن يعي العالم جيدا من هي القيادة العامة ومن هي القوات المسلحة، ويجب أن لا تحمل القيادة العامة أكثر مما تحتمل. القيادة العامة حمت المنشآت النفطية وسلمتها إلى من قالوا لها أنها سلطات شرعية وهي المؤسسة وحكومة سراج. الآن الحكومة الليبية المعترف بها هذا على الصعيد الدولي، يعني تحدث سيد رمزي رميح على الصعيد الدولي، يعني نحن
نتحدث عن وجود بعض الأطراف التي تحالف معها إبراهيم الجدران في هذا الهجوم، ومنها هي من القبائل المجاورة للهلال النفطي، وجزء من هذه القبائل ردا على هذه الهجمات أصدر بيانا استنكر الزج باسمها في هذه الهجمات. هل بمقدور المؤسسة العسكرية؟ لماذا لا يقوم الجيش باستقطاب هؤلاء القوات التي كانوا يعملوا بالسابق لصالح إبراهيم الجدران كحرس للمنشآت النفطية لتعمل لصالح المؤسسة العسكرية؟ لأن إلى الآن لدينا مشكلة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية أيضا. القوات المسلحة يجب ألا نحملها أكثر مما تحتمل، تقود في حرب داروس ضد الإرهاب في درنة وكانت في بنغازي وعليها حظر دولي. الآن يجب على الجميع أن يعي أن المنشآت النفطية هي مقدر أساسي لقوات الليبيين. يجب أن يعلم الجميع أن ما يقوم به الآن الجدران ومن معه هي عمليات إرهابية إجرامية. نريد أن نؤكد أن قبائل ليبيا أكدت في أكثر من بيان لها، قبائل الغرب، قبائل التبو، قبائل الجنوب، قبائل القذافة، أنهم مع القوات المسلحة وضد هذا الإرهاب. أيضا نؤكد أن بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية، أحد أعضاء المجلس الاستشاري قال بالحرف الواحد إذا ثبت لدينا مشاركة خالد المشري في هذا الهجوم سوف نحاربه. نحن نقول أيضا أي جهة في ليبيا، أي جهة مهما كانت، يتم إثبات تواطؤها أو خيانتها، يعني حتى نبعد عن هذا السجال والاتهامات المتبادلة لكون بعض الأطراف الليبية جزء من هذه الهجمات. يعني سيد عبد العزيز، هذه الهجمات ليست المرة الأولى تحدث في منطقة الهلال النفطي لأهميتها ولما تشكل من ثروة نفطية كبيرة في ليبيا. ما السبيل لمنع تكرار هذه الهجمات؟ ولأي مدى بمقدور الجيش، نفس السؤال الذي طرحته على سيد رمزي، استقطاب هذه القوات التي تعمل كانت سابقا مع إبراهيم الجدران كحرس للمنشآت النفطية بالسابق لصالحه ولصد هذه الهجمات بالمستقبل ومنعها من التكرار في منطقة الهلال النفطي؟ أولا دعني أضع مشاهدك العربي في من هو إبراهيم الجدران. بالعربي البسيط، السيد إبراهيم جدران هو عبارة عن حارس ناطور عمارة، حارس على الأسوار المنشآت النفطية، يعني حارس ليلي، مثل ما تجيبي حارس على بيتك أو على مزرعتك تضع في الباب يصبح شريك في المزرعة. هذا الشخص غير قانوني. إذا كان هذا الحارس يريد أن يضع بصمته وسيطرته على المواني والمنشآت النفطية، فما بالك بالمهندسين وما بالك بالشركات التي تمتلك وتنتج النفط؟ المسألة في غاية العبث حقيقة، والمسألة بدأت عندما منعت مرتبات الزيادة حقيقة اللي حاول الجدران أن يفرضها على المؤسسة الوطنية النفط، وبالتالي أغلق النفط، وبالتالي طور نفسه من حارس وناطور إلى أنه هو شريك سياسي وجيش برقة وبرقة السياسية والكلام العاطفي القبلي. يعني الذي حتى لا أساس له من الصحة. هو كان يعمل كحرس للمنشآت النفطية، ولكن أصبح الآن لا يعمل كحرس للمنشآت النفطية، حتى فايز السراج أصدر بيانا اعتبر هذه الهجمات التي يقودها إبراهيم الجدران ومع الميليشيات المسلحة التي تعاون معها خارجة عن القانون. ما هو السبيل الآن لصد أي هجمات من هذا النوع مستقبلا؟ ولا أي مدى يمكن أن تتطور الأوضاع؟ يعني هنالك تحذير الآن من المجلس الرئاسي من العمليات هناك قد تقود إلى حرب أهلية. ما السبيل لصد هذه الهجمات ومنع ذلك؟ هذا الأمر لن يقود إلى حرب أهلية أولا، لأن السيد الجدران عندما تمسك اليوم بالحقول النفطية قال إن النفط جاهز للإنتاج ونحن نتبع السراج في محاولة للحفاظ على ما تحصل عليه. موضوع رفع الموضوع للمجلس الأمن أيضا يعتبر خطير، لأنه أيضا قد يمنع الجيش الليبي من تحرير النفط. ولكن ألم يتم تدمير بعض الخزانات في أنا أريد أن أشكر. كيف يبدو الوضع هناك؟ حتى أنا تصدير النفط الآن متوقفا، يعني ما مصير الثروة النفطية في مينائي راس لانوف والسدرة على ضوء عمليات الاقتتال التي جرت هناك برأيك؟
هو المنطقة بالكامل رأس نالوف، لما نقول الهلال النفطي أنت تتكلمين من منطقة هراوة ومنطقة بن جواد إلى قريب منطقة البريقة، هذه منطقة بالكامل متوقفة الآن، يعاني ضغط المؤسسة الوطنية للنفط من إيقاف ومن الحرق ومن العبث، والناس اللي تشتغل هناك اليوم. أحب أن أحيي رجال الأمن والسلامة الليبيين الذين حقيقة يشتغلون في شركة الهروج وشركة رأس نالوف في إخماد الحرائق في جزء من الخزانات، ولكن قد تشتعل من جديد لأن مازالت المعركة محتدمة. لعند اليوم كانت في غارات للجيش الليبي على فلول من هذه العصابات التي تحاول أن تتمركز داخل المنشآت والتي ستلحق أضرار. لكن هناك جانب آخر، أنا أتكلم عن الاتهامات المتبادلة في سؤالك للأستاذ رمزي رميح، نعم، على جذب القبائل المحيطة. هو عملية تكتيكية سياسية لتحييد هذه القبائل من أن تنضم للجيش، لكن القبائل أصدرت بيانات كثيرة تنكر علاقتها بالسيد جدران الذي حاول أن يجز بأسمائها أو ببعض من أفرادها في هذا القتال ليحاول أن يتحصل على حصانة. السيد جدران ما معاشي أحد، لا يوجد معه أحد على الإطلاق. طيب إلا إذا من اشتراه بالمال. إذا كان جدران كما يقول هنا، وأسأل السيد رمزي رميح، يعني هو يحاول بزج باسم القبائل بكونها تساند في هذه الهجمات، ويحاول أيضا إعطاء شرعية لسيطرته على منطقة الهلال النفطي باعتباره يعلن أنه سيتم عودة يعني عمل المنشآت النفطية هناك. ما هو السبيل الآن لوقف هذه الهجمات من إبراهيم الجدران والجماعات التي يتحالف معها حتى لا تتكرر مستقبلا؟ ما إمكانية ذلك أو صعوبته؟ إمكانية ذلك واضحة، وهي أن هناك طائرات دون طيار تراقب في تحركات كل الجماعات الإرهابية، وهناك بوارج حربية في شمال ليبيا في البحر المتوسط يراقبون. لماذا لا يوقفون هذا العبث؟ يجب أن يكون هناك قرار صادر من مجلس الأمن، لا غموض فيه، لا لبس فيه، يقول بصريح العبارة أن هذه منطقة محرمة على أي جماعة إرهابية، يجب أن تكون القوات المسلحة أو من ترى القوات المسلحة أنه كفيل بحمايتها، لأن القوات المسلحة قامت بتحرير هذه الموانئ ثم سلمتها للمؤسسة الوطنية ولحكومة السراج. القوات المسلحة لن تكرر نفس الخطأ، لن تلدغ من نفس الجحر مرتين. هذه المقدرات يجب أن تكون تحت حماية القوات المسلحة الليبية أو من ترى القوات المسلحة ذلك. يجب توحيد صف المؤسسة العسكرية. الآن ليبيا في أمس الحاجة إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية قبل حتى توحيد المؤسسة السياسية. نقول أن القبائل الشريفة، قبائل ورفلة، قبائل بني وليد، قبائل التبو، الطوارق، قبائل القذاذفة، قبائل ترهونة، كل هذه القبائل بريئة من هذا الفعل الإجرامي. الجدران معه جماعات إرهابية متطرفة، نعم، إجرامية، ومعه أيضا المعارضة الشادية والسودانية. اسمح لي أعود لسيد عبد العزيز، يعني الآن نحن نتحدث عن أن هذه المنطقة تم استئناف تصدير النفط فيها بعدما حررها حفتر في 2016 من نفس القوات التي تحاول الهجوم الآن بقيادة إبراهيم الجدران، حتى وصل يعني الأمر إلى عودة إنتاج النفط بعد تحريرها من قبل حفتر. ما هي تداعيات الآن استمرار الهجمات على هذه المنشآت النفطية على اقتصاد ليبيا المنهار أصلا، وإلى أين سيصل حجم الخسائر فيها، وكيف ستكون مصير هذه الثروة النفطية الآن؟ للأسف مصير الثروة النفطية في مهب الريح لو استمرت هذه الهجمات على هذه المصادر، وليس الخطر على الليبيين فقط، وإنما الخطر أيضا على الشركات المستفيدة والدول المستفيدة مع عقود نفط طويلة، وبالتالي ستتضرر. يعني تتكلم اليوم المؤسسة الوطنية للنفط عن خسارة تقريبا أكثر من 3 خزانات نفط، مما سيقلل من كفاءة عمل ميناء رأس نالوف لتصدير النفط، وبالتالي ستؤثر حتى في السوق العالمي للنفط، متى تأثر النفط الليبي، وهو عامل لا يمكن أن تتحمله حقيقة دول غربية كثيرة وبالذات المستفيدة من النفط الليبي. محاولة تحييد النفط الليبي والمنشآت النفطية عن أي قتال هي خطة غربية طويلة الأمد، يستفيد منها هذه المؤامرة يستفيد منها من تحركات الجدران، قد تكون تلقائية أو قد تكون مدعومة أو قد تكون مدعومة من تحت الطاولة. لأن لو تم وضع المنطقة النفطية منطقة منزوعة السلاح
ولا يمكن أن يتدخل فيها أحد. وقوات الأفروكم التي اصطادت قبل فترة قليلة مجموعة شباب وهم في الصحراء بحجة أنهم دواعش، ولكنها لم ترى بشكل متعمد كل هذه الأرتال من الأسلحة ومن المرتزقة الذين توجهوا للحقول النفطية ولم توجه لهم أي ضربة. كل الليبيين يتساءلون عن ما تعمله قوات الأفروكم. نعرف نحن كمحللين سياسيين أن الأفروكم ليست وكالة غوث لاجئين وليست وكالة لزرع حماية حقوق الإنسان أو ما شابه أو حماية الدول، إنما هي تعمل على أهداف استراتيجية بعيدة الأمد لمصالحها الخاصة وليس لمصالح الليبيين. طيب، هل يمكن أن تنجح الدول الغربية في تمرير قرار في مجلس الأمن من أجل عزل منطقة الهلال النفطي وبالتالي يصبح منطقة منزوعة السلاح؟ ربما أيضا ستمنع الجيش الليبي من التقدم شمالا، وهو ما يسعى إليه الإسلام السياسي في ليبيا، ما تسعى إليه القوات لمنع تقدم الجيش الليبي. هناك طبعا مشاكل أخرى في ليبيا، خطر التقسيم قائم، بعترة الأوراق السياسية، عدم لملمة طاولة الحوار الليبي من أجل إيجاد حل شامل لكل ليبيا. طبعا هناك نزاعات كثيرة تتقاسم البلد للأسف الشديد، ووعي وعدم وجود وعي حقيقة بين كثير من النخب التي أشكرك تحاول جزيلا سيد عبد العزيز. نعم. غنية أشكرك. المحلل السياسي من لندن، كما أشكر أيضا سيد رمزي إرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمنية من القاهرة. مشاهدينا، وقبل الانتقال للموضوع الثاني، هذه أهم أحداث منطقة الهلال النفطي الليبي بعد تجدد المواجهات، أترككم معها. إذن مشاهدينا، حصة مغاربية متواصلة معكم من استوديوهات الغد في لندن، وتتابعون فيها أيضا. الجزائر تتعهد بمنع الإنترنت وتحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة. أهلا بكم من جديد. اتخذت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إجراءات صارمة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة، أبرزها التهديد بسجن كل من قام بتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قطع الإنترنت وحجب الفيسبوك أثناء فترة الامتحانات. قرار يراه البعض صائبا لمحاربة الغش، فيما يراه آخرون أنه يمس بحرية الآخرين الغير معنيين بالامتحانات، خاصة الشركات الاقتصادية التي تتأثر بقطع الإنترنت. فإلى أي حد يمكن أن تنجح خطة وزارة التربية الجزائرية في الحد من ظاهرة الغش؟ من المرتقب أن تدخل هذه السنة قضايا لحالات الغش قاعة المحاكم، وهو ما توعدت به وزارة التربية كل من يقوم بتسريب مواضع امتحان البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهتهم، يخضع المترشحون في حالة الغش لعقوبة إقصاء تصل مدة 10 سنوات. تلاميذي الأعزاء، أقول المستقبل بين أيديكم. نحن فخورون بكم لأنكم تتحكمون في الأدوات الرقمية الحديثة، ولكن هذه الأدوات تستعمل أحيانا لأهداف غير قانونية، مما يعرض أصحابها لعقوبات صارمة. احترسوا.
وكخطوة احترازية أخرى، قررت الوزارة حجب خدمة الإنترنت مع كل امتحان ومنع كل الأدوات الذكية المربوطة بالشبكة تفاديا لمحاولة الغش، إجراءات ثمنها أولياء التلاميذ، وطالبوا من جهة أخرى الوزارة بخلق أجواء ملائمة للامتحان وتفادي تكرار عمليات التسريب التي أثرت بشكل كبير على مستقبل الممتحنين. لابد للدولة الجزائرية أن تتخذ مواقف في هذا الصدد. الأمر الأول إعادة الهيبة للدولة، إعادة الهيبة والمصداقية للامتحان الرسمي. قضية ثالثة هو إعادة إعطاء طلبة ذوي كفاءات واحترافية كبيرة للمستقبل. استهجان كبير من إجراء قطع الإنترنت لمحاربة الغش الإلكتروني في هذا الامتحان الذي بات هاجسا يلاحق المؤسسات والشركات الاقتصادية التي تكبدت خسائر باهظة خلال السنوات الأخيرة جراء هذا القطع. البنوك راح تكون معنية، وشركات الناشئة والصغيرة راح تكون معنية وتكون راح تتضرر أكثر. الآن إذا كان قطعنا عليها الإنترنت راح تكون خسائر حتتحملها هي ورح تتحملها الاقتصاد الوطني. وشهدت السنوات الأخيرة تسريبا واسعا لمواضيع هذا الامتحان المصيري عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالرغم من قطع الانترنت، بشكل أحدث جدلا في البلاد حول التدابير التي اتخذت لمنع هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد اليوم انتقال 700,000 مترشح لمقاعد الجامعة. توصيات وإجراءات الوزارة هذه للحد من ظاهرة الغش هي نفسها التي تم اتخاذها مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، والتي تم الكشف فيها قبل أيام عن حالة تسريب للمواضيع، ما يستلزم بحسب مراقبين صياغة إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد مصداقية هذه الامتحانات. أمينة مدودة، الغد، الجزائر. نبدأ نقاش وأرحب بضيفي. معنا سيد عبد الباقي ملياني، النائب البرلماني الجزائري من الجزائر، أهلا بك معنا. كما أرحب من لندن بالإعلامي والمحلل السياسي الجزائري سيد جمال طالب، أهلا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ مع سيد عبد الباقي من الجزائر. سيد عبد الباقي، كيف تنظر إلى هذه الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات الجزائرية للحفاظ على مصداقية الشهادة الثانوية العامة من ظاهرة الغش المدرسي؟ هل هي مبررة يعني على أهمية محاربة الغش، لكن ألا ترى هنالك مبالغة في صرامة هذه الإجراءات العقابية المتخذة؟ سيد عبد الباقي. نعم، طرحت عليك سؤال فيما يتعلق بالإجراءات العقابية المتخذة من قبل السلطات الجزائرية لمحاربة الغش. نعم تفضل. شكرا سيدتي. تسمينها إجراءات عقابية، لكن أود أن أقول أنها في الحقيقة إجراءات وقائية مؤقتة قامت بها الحكومة الجزائرية من أجل سير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر. أود أن أوضح فقط، كنت أستمع منذ قليل إلى تقريركم، أود أن أوضح فقط أنه هذه الإجراءات الخاصة بقطع الإنترنت هي إجراءات مؤقتة ظرفية. أود أن أوضح أن قطع الإنترنت يكون لمدة ساعة واحدة عند بداية الامتحان فقط، وهذا سوف لن يؤثر كثيرا على خطوط الإنترنت في الجزائر. بالنسبة إلى كيف لن تؤثر يعني على الرغم من كونها مؤقتة والدوائر؟ نعم تحديدا هذا ما تود تتحدث أنها لن تؤثر، ولكن تتحدث عن أيام. نعم لا، لا أريد أن أقدم توضيح فقط. الاقتصادية تماما التي تعمل على مدار الدقيقة والثانية، ما يسبب خسائر كبيرة لها. لا 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 لا، هنا يجب توضيح فيه أمر تقني، أنه الخطوط التي قطعت هي خطوط الإنترنت، لكن الكل يعلم أنه على مستوى الدوائر الوزارية وعلى مستوى الشركات الاقتصادية الكبرى في الجزائر وعلى مستوى البنوك تعمل عن طريق خطوط الإنترنت وليس الإنترنت، وخطوط الإنترنت ليست
معنية بهذا الانقطاع. إذن أظن أنه سوف لن يكون هناك تأثير على المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الدولة الحكومية في الجزائر. ولكن ماذا عن الأطراف الأخرى الغير معنية بما يجري وما يدور من امتحانات؟ يعني قطع الإنترنت عن بلد كامل فقط كعقاب لظاهرة غش متعلقة بالتلاميذ، ألا يوجد هنالك إجراءات أخرى بديلة كان بإمكان السلطات أو وزارة التربية اللجوء إليها قبل اتخاذ هذا النوع من الإجراءات؟ تنظرين لهذا الأمر كأنه عقاب، لكن نحن هنا نراه أنه هي عبارة عن طريقة أو إجراء من شأنه أن يمد يعني أو يسهل تكافؤ الفرص بين الجزائريين وبين التلاميذ. بين أكثر من 700 ألف تلميذ جزائري اليوم راح يتقدم إلى شهادة البكالوريا. الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية من خلال هذا الإجراء راح تكون تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائها الجزائريين، يعني وإيضا محاربة الغش. إذا ما سمحت لي وسأعود إليك، يعني نحن هنا نؤكد على أهمية محاربة ظاهرة الغش. اسمحي لي سيدتي، ولكن حتى لا نطيل على ضيفنا من لندن. في السنة الماضية فقط وخلال تعطل الخط الانترنت الرابط ما بين عنابة وأوروبا، كانت الانترنت انقطعت منذ حوالي شهر، ولم نشهد كل هذا التضخيم الإعلامي. طيب، وكل هذه يعني هنالك مبالغة برأي السلبية. سيد عبد الباقي، سيد جمال، حتى نعطي فرصة للضيف الآخر يعني هنا إذا ما سمحت لي. سيد جمال، يبدو أن هنالك مبالغة في تقييم هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية الجزائرية، كيف تنظر إليها؟ هل هي مبررة أم لا؟ طبعا إذا كانت الشركات التي تشكو وتنقل صعب المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية تشتكي من أنها تتعرض لخسائر، والقول بأنها لا تتعرض مجانب للحقيقة. يعني قد تكون فعلا هناك على المستوى الداخلي شبكة داخلية مثل ما تقول وزيرة الاتصالات الجزائرية تربط الشركات، ولكن المواطن الذي لا يستطيع الارتباط بموقع بنك أو بمعاملة أو بمصلحة خاصة لمدة ساعة يوميا لمدة 5 أيام بالمناسبة، حتى هذه الإجراءات عمليا لم تنفع. وزيرة التربية قبل ساعة تنقل مواقع جزائرية أنها اعترفت، وزيرة التربية الجزائرية وزيرة السيدة بن غبريت تعترف بأنه بعد عودة الانترنت بعد ساعة من بداية كل امتحان، اليوم بدأت الامتحانات اليوم وتدوم 5 أيام امتحانات البكالوريا والشهادة الثانوية، قالت بأنه تم تداول مباشرة بعد عودة الانترنت امتحان البكالوريا امتحان اللغة العربية. طيب، على مواقع التواصل. يعني هذا ربما القضية أكبر، القضية طيب هذه الإجراءات. سيد جمال، ستبقى معي مطولا لقصر الحجز معي مع سيد عبد الباقي، بدي أعطيه فرصة أكثر بس ليرد على هذه التفاصيل التي ذكرتها سيد عبد الباقي. يعني حتى على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية، إلا أنه وزيرة التربية والتعليم أعلنت أنه تم تسريب امتحان اللغة العربية اليوم، ما هل يعني ذلك عدم جدوى كل هذه الإجراءات؟ لا، الإجراءات نظن أنه لسنا البلد الوحيد اللي قام بإجراءات مماثلة. في عدة دول مجاورة، دول صديقة. الهند مثلا قامت بإجراءات قطع الانترنت طول المدة إجراء الامتحانات لمدة 5 أيام أو أسبوع. إذا اليوم احنا في الجزائر نظن انه الإجراء هذا جاء إجراء عقلاني، إجراء يعني من 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 هو يهدف إلى منح يعني أو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ الجزائريين. نظن انه لا يستحق كل هذا التعقيب، يعني وهذا لا يستحق سيد عبد الباقي الإعلامي الغير يعني إيجابي نتحدث هنا من طرف بعض يعني الأصوات اللي شهدنا لها، يعني نعرف المواقف نتاعها. سيد عبد الباقي، بس أرجو أن تسمع تساؤلي حتى يكون هناك حوار بناء وفعال أكثر. يعني نتحدث عن أن كل من يتم ضبطه بالغش يقصى من الامتحان ل10 سنوات، ألا يجعل ذلك مستقبل التلاميذ الدراسي عرضة للضياع؟
لا، هذا احنا في ظل دولة تحكمها يعني قوانين ونصوص تنظيمية، نظن انه هذه عقوبة الغشاش. يعني الدولة لا تحمي الغشاشين ولا تحمي الناس اللي يكونوا خارجين القانون. نظن انه هذا يعني هذه قواعد لعبة في الجزائر، في قوانين تنظيمية، في قوانين الجمهورية، الكل يجب ان يحترمها. ولكن الا تخشى الحكومة ان يؤدي ذلك الى تدني مستوى التعليم بالبلاد ولا يغش؟ ألن يؤدي ذلك إلى تدني مستوى التعليم؟ كان بالأحرى اتخاذ إجراءات أخرى، تشديد الحراسة على سبيل المثال وتشديد المراقبة، بدلا من اتخاذ إجراءات قد تضر بمستوى التعليم للتلاميذ في البلاد. ربما هذا رأيك شخصي سيدتي، لكن أظن أنه إجراءات وقوانين مماثلة تطبق في دول اللي سبقتنا في هذا الميدان، وفي دول حتى دول أوروبية ودول مجاورة. نظن انه نحن كما يقال بالفرنسيه اون با كري يعني نحن لن نصنع او لن ناتي بامر يعني جديد، ولا احنا نطبق يعني قوانين الجمهوريه. نعم. والعديد من الدول سبقتنا في هذا الاطار. طيب اشكرك جزيلا، انتهى الوقت معنا من الجزائر. سيد عبد الباقي الملياني، النائب البرلماني الجزائري من الجزائر العاصمة، شكرا لك. أعود إليك سيد جمال، يعني لربما هنالك ما اضطر السلطات الجزائرية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات هنا، وبالتالي من أمن العقاب أساء الأدب، ونحن نعلم أن ظاهرة الغش في الجزائر استفحلت في السنوات الأخيرة بشكل بات لا يمكن السكوت عليه. ألا ترى أن هنالك مبرر يستدعي بالفعل القيام باتخاذ مثل هذه الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة؟ أكيد طبعا، معاقبة الغشاشين يعني لا نقاش ولا جدال ولا خلاف حول ذلك، ولكن الإشكال من خلفية هؤلاء الذين يغشون والذين يبررون لأنفسهم، ربما يرون أنه الغش أصبح رياضة شعبية، وممارسة الغش. اللافت أن النائب كان يتحدث عنه أن الدولة هناك قوانين ويجب أن تكون معاقبة للغشاشين. الغشاشون الصغار الذين يغشون في امتحانات بكالوريا أو في امتحانات أخرى يرون أن الغشاشين الكبار الذين ينهبون أموال الدولة وأموال البلد ويحولون الأموال وبالأسماء ويورطون حتى يتهمون في قضايا الأمن القومي لا يعاقبون، بالعكس يعودون ويحصلون على مناصب كبيرة، اتهامات وزراء ومسؤولين هربوا أموال واتهموا في قضايا غش. طيب يعني كبيرة وفساد. هذا موضوع آخر هنا سيد جمال، يعني هذا موضوع آخر. لا، هذا مرتبط بذاك، يعني حالة الغش، هذه الحالة الغش هذا انعكاس نفسي، هذه الحالة لم تكن مطروحة في السابق. يعني هناك حالة فساد تعممت للأسف، يعني من أين جاءت هذه السلوكيات؟ سلوكيات كان البكالوريا شهادة الثانوية العامة كانت مقدسة إلى درجة أنها عندها بعد مقدس لدى الجزائريين والعائلات الجزائرية وامتحان حقيقي. الآن بالعكس أصبحت عنوان الغش ولتسريب المواد وغيرها، لم يكن هذا مطروحا. هذا انعكاس لحالة عامة يعيشها البلد يعني، وهذه الإجراءات كذلك هناك نوع من المبالغة يعني. طيب ومحاولة إذا كان هنالك مبالغة، ما هي كانت الخيارات برأيك أمام وزارة التربية والتعليم الجزائرية لمكافحة هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وما السبيل للتقليل من مفعولها؟ حتى لو كانت هناك إجراءات، لماذا هذه ما يشبه الهستيريا؟ يعني متابعين وسائل التواصل الاجتماعي، تجيش حقيقي يعني، وأربع وزارات وتدخل الجيش و18 ألف عنصر أمن وأجهزة تشويش وغيرها. هناك كأنه رغبة، كأنه مثلا وزيرة التربية بدل من نقاش عن مستوى التعليم في الجزائر والرداءة التي تتزايد فيه، كأنه هناك رغبة في إظهار أننا نقوم بشيء. نعم. أن هناك تجيش واجتماعات وغيرها من مظاهر الحزم وغيرها، ولكن في الحقيقة مثل ما أشرت في النهاية. نعم. الوزيرة نفسها تعترف أنه بعد عودة مباشرة بعد عودة الإنترنت. طيب. تم نشر
تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. سيد جمال، يعني معنا مسؤول الإعلام بنقابة الأساتذة من الجزائر عبر الهاتف سيد مسعود بوذيبة. أهلا بك سيد مسعود، كيف تنظر إلى هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الجزائرية؟ إلى أي مدى هي مبررة أو مبالغ فيها؟ هو المؤسف في امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر أنه فرض على أجواء هذا الامتحان واقع جديد. يعني في السنوات الأخيرة فرض عليها واقع جديد وأجواء جديدة، حتمت علينا اليوم أننا نجد مبرر لمثل هذه الإجراءات. نحن فقط الآن إذا كانت الإجراءات ضروري منها وضروري أننا نعمل على حماية هذا الامتحان من عديد يعني الممارسات، نحن نتساءل لماذا الترويج الإعلامي لهذه الإجراءات؟ لأنه عندما نراقب شيء أو عندما نريد أن نحد من شيء لا داعي للترويج. ونحن مع نؤكد على هذا الشيء، يعني سيد مسعود نحن نؤكد على أهمية محاربة ظاهرة الغش وضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه بذلك، ولكن نحن نتحدث هنا عن إجراءات يعني لم يشهد لها مثيل في أي مكان بالعالم. لم نسمع عن قطع الإنترنت عن بلد بكامله لمدة أيام بسبب الامتحانات، لم نسمع عن إجراء عقوبة لطالب يعني تم ضبطه بالغش لحرمانه لمدة 10 سنوات بما يقضي على مستقبله الدراسي في 10 سنوات مقبلة. برأيك أليس هنالك مبالغة وكان بالإمكان اللجوء لخيارات أخرى ربما تحول تؤدي لنفس النتيجة كتشديد المراقبة بدلا من اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة والمجحفة بحق التلميذ؟ هو ما أريد أن أؤكده بأن ما يحدث داخل مراكز الامتحانات هو أمر يعني متحكم فيه، ولا يوجد أي فوضى ولا يوجد غش داخل مراكز الامتحانات، ويعني إفراد الجماعة التربوية والأساتذة الحراس قايمين بدورهم. لكن الآن ما يحاط بالبكالوريا فعلا عندما نقطع الإنترنت هذا غير مبرر، وعديد التساؤلات من الفائدة منه. هناك بعض الإجراءات حتى وإن قمنا بها لماذا الترويج الإعلامي لها؟ إذا كان هناك تنسيق بين الوزارات وتنسيق يجب أن يكون في السرية التامة، لماذا نعلن ولماذا نروج؟ نحن نقول بأنه إذا كان الواقع يقتضي بعض الأمور أو هذه الأمور فمن الواجب أننا نعطي الامتحان وكأنه امتحان تقييمي. نعم. وكأنه امتحان بيداغوجي، لا والتلميذ يفترض فيه أنه إنسان صادق وإنسان أمين وإنسان لا يغش، وكذلك أفراد الجماعة التربوية. لكن بهذا الترويج الإعلامي نحن نريد أن نوجه رسالة وكأن الجميع يغش، وهي مسألة تمييع يعني وهذا نحن نرفضه. يعني هذا ليس ترويج إعلامي لتسويق فكرة معينة، يعني هنالك حرية بالإعلام وهذا مسألة غريبة تثير استهجان الكثيرين وبالتالي نسلط الضوء عليها هنا سيد مسعود بوذيبة، خصوصا أنها لاقت استنكار العديد داخل الجزائر وهي غريبة بالنسبة للكثيرين أيضا في الخارج. وبالتالي هنا سيد جمال، يعني ما يذكر سيد مسعود أن الواقع في الجزائر يقتضي ذلك، لربما الوضع بالفعل يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة والقوية لوصول الأمر في ظاهرة الغش إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها، هل ترى ذلك مبررا بالفعل؟ طيب، لكن ربما السيد مسعود بوذيبة بحسب ما فهمت هو هذا أنه يقصد أنه هناك هم الذين يحرصون على وزارة التربية مثلا والسلطات الجزائرية التي عملت من الحبة قبة، يعني من القبة حبة، هو الحبة قبة العكس مادرة، يعني هو ليس لهذا بدا أنا اليوم أفتح صحيفة بريطانية عادة لا تهتم بالشأن الجزائري أجد خبرا صغيرا ولا تذكر فيها الجزائري إلا نادرا عن قطع الإنترنت، عن يعني خبر لافت فعلا الذي هذه الصوره عن بلد طيب يقطع يعني الانترنت. ما هو السبيل؟ مع انه قطع للتوضيح، ما هو السبيل؟ قطع ما هو الانترنت السبيل؟ هل ليس كان هناك كان خيارات اخرى بامكان وزاره التربيه والتعليم الجزائريه اتباعها بدلا من اللجوء الى مثل هذه الاجراءات؟ الحراسه، تشديد الحراسه، ثم تقول انه هناك اجهزه التشويش، اعتقد انها ستكون كافيه، ثم
إذا كان هناك عدم ثقة في الأسرة التربوية في المراقبة في الحراس يعني على التعليم السلام، يعني إذا كان نفس وزارة التربية نفسها لا تثق في حراسها في في طيب في موظفيها في حراسة. مع أنه للتوضيح فقط نقطة مهمة يعني للإشارة فقط، الإنترنت لا يقطع كامل اليوم، ما خمس يقطع بداية كل ساعة مع بداية الامتحان، يعني ساعة فقط في اليوم لمدة 5 أيام يعني. طيب سيد مسعود، لتجب على هذه النقاط التي ذكرها سيد جمال، لماذا لم يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى كتشديد الحراسة والرقابة على التلاميذ بدلا من قطع الإنترنت وبدلا من أن يتحمل من ليس معني بهذه الامتحانات ذنب قطع الإنترنت لمدة 5 أيام؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد مسعود بوذيبة مسؤول الإعلام بنقابة الأساتذة. على العموم شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد جمال، إلى أي درجة يمكن أن تنجح هذه الخطة ربما بردع ظاهرة الغش المستفحلة بالجزائر؟ الوزيرة تقول قبل أمس كانت تقول وتؤكد على صدر صفحات الجزائرية كلها اليوم أنه لن يكون هناك تسريب في 2018 ولن يكون غش. اليوم تعترف بأنه على الأقل بعد عودة الإنترنت انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع أول امتحان اللغة العربية. أعتقد الموضوع يعني أبعد هذا لربما دليل على أنه بالفعل ظاهرة الغش باتت مستفحلة بالجزائر، وبالتالي ما يبرر اتخاذ مثل هذه الإجراءات أليس كذلك؟ يعني على الرغم من كل هذه العقوبات لا تزال العملية مستمرة ومنتشرة بشكل جدا غريب يعني. طيب الغريب كذلك أنه من هذا يعني ليس هناك ضمير، من يسمع لنفسه يعني في برغم الحراسة المشددة وقوات الأمن والامتحانات مختومة وغيرها، من يسمع لنفسه بتصوير هذه الامتحانات وينشرها على أكيد يوزعها وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أشكرك جزيلا سيد جمال طالب الإعلامي المحللي والمحلل السياسي الجزائري من لندن. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.